احنا متواجدين اليوم في مركب صناعة السيارات كيا سابقا، اللي اليوم تم استرجاعه من طرف أملاك الدولة تنفيذا لمخرجات مجلس مساهمة الدولة تحت رئاسة السيد الوزير الأول، بعد اللي قرر في المجلس بتسيير هذا المجمع وهذا المركب من طرف المؤسسة العمومية فوندال واللي هي تحت وصاية وزارة الصناعة. اليوم تم تسليم استلام المهام وتم الجرد وتم التسليم الرسمي للعقار والمفاتيح من طرف أملاك الدولة لهذه المؤسسة. الصرح العملاق إن شاء الله فوندال راح تحافظ على صناعة السيارات كما هو، ونحافظ إن شاء الله على العمال كذلك كما هو، وهو قيمة إضافية للصناعة الجزائرية البحتة. إذن نحن استلمنا اليوم مفاتيح هذا الصرح هذا لإسراع جاهدينا في تشغيله في أقرب الآجال.